الكتاب المقدس بيقول لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. هل هذا معناه أن أنا كمسيحي حقيقي لا يجب أن أطالب بحقي وأترك الأمر كله لمن معه الأمر؟ فنفسي حضرتك توضح الفرق. وعايزة أسيس نزار بليز بليز حلقة خاصة لحلول عملية مننا ككنيسة وكمؤمنين حقيقيين تجاه الأحداث الحالية. إيه اللي مفروض مننا نعمله؟ لأنه السؤال المقدم لحضرتك هل ده حب أم غضب؟ أنا مش قادرة أقول إن ده غضب، بس كمان الله صوته واضح للكنيسة كلها إنها تتحد، لأنه كلنا بنتعلم كتاب مقدس واحد، لينا صليب واحد، لينا مسيح واحد، فده وقتنا إن إحنا كلنا نصلي بالروح الواحد وما يشوفوش فينا اختلافات، وبالتالي في الاتحاد قوة والله يقدر يشتغل وربنا يبارك. شكرا، شكرا كتير أختي، ربنا يباركك. تحب تجاوب أبونا؟ أنا أول حاجة عايز نضم صوت لصوتها، إن أنا عايز نقول يا ريت على الفيسبوك ما يبقاش في أي تعليقات نيجاتيف، ويتن صورة اللي عايز يشهد المسيح بالإيمان المسيحي السليم اللي جواه وبالمحبة اللي المفروض تكون في داخل قلبنا كثمر من ثمار الروح القدس اللي ساكن فينا يكتب. اللي تعبان شوية مش قادر مفيش داعي انه يكتب، لأن في الآخر ده بيثير أو بيوجد أمور مش لايقة أو ما بتمثلش الصورة المضبوطة للإنسان المسيح. السؤال الأولاني بتاع الأخت نهال بيقول إيه؟ كان في جزء من السؤال لي النقمة أنا أجازي، هل ده معناته أنه أنا أسكت؟ إحنا طبعاً ما بنقولش أن إحنا نسكت، لكن حتى لو تكلمنا ودفعنا أو وجهنا أي حاجة نعملها بالأسلوب اللي يليق بينا كأولاد لربنا، بالأسلوب المسيحي اللي يرضي ربنا واللي مجد ربنا في الآخر. يعني مش احنا بنسيب كل الأمور في إيد ربنا، لكن في نفس الوقت المسؤولين في الكنيسة بيبقى لهم دور وبيقوموا بدورهم وبيوصلوا صوت شعب الكنيسة كله للمسؤولين في المواقف المختلفة.